ابو جبل اصل اخويا مصطفى اصل هو اللي هيجي يتكلم. هو انت لما جيت مع سيد مرعي وعيطت وكنت برضه فين؟ مع فرج عامر وفين القسم من مكان النادي ده؟ مع احترامي طبعا نادي سموحه. رحت انا لفرج عامر وخلصتك وجبتك كنت تاخد 6 مليون، دلوقتي عايز تاخد 32 مليون؟ ما هو ده اللي دمر الفريق. هو ده. اقول لكم ازاي؟ ابن شرقي، اصل مامي تعبانه، اصل اخويا في المطار، طب نتقابل هناك؟ لا طب نتقابل على القهوه بتاعت رول الفرج وشكرا؟ طب ايه في ايه؟ مش عايزك خلاص. وده كان قرار من اول ما قال لاخويا هيتقابل في المبنى، مش عايزك. ونجم ترفع قضيه بالمستوى ده ونجم. انت ناسي لما قلت لي انا جاي انا وابن شرقي عشان نعمل مجد جديد في نادي الزمالك واسم لينا؟ يا راجل ده هو لاعب وده في ضد الاحتراف، لاعب ابو جبل على عواد اللي كان مكسر الدنيا عشان تروح المنتخب. طب احنا عملنا ايه عشان نوديه المنتخب؟ وانت عملت فينا ايه؟ اصل مصر السعودي، اصل اخويا مصطفى. انتوا عارفين ابو جبل اللي قال له 10 ايام مركز معايا انا فين؟ عايز جواز سفر عشان يروح يعمل حلقه مع الواد رامز جلال. تاني اقول تاني؟ عايز جواز سفر؟ ما كانش مركز 16. مش ده برضه اللي كان هو اللي لعب الماتش بتاع المغرب في الوداد ودخل فيه 3 اجوان؟ تفكيره كله في رامز. تاني قول اهو. أول مرة أقول الكلام ده بس أنا سبتهم لغاية ما الجماهير طقت. عشان ما حدش يجي بعد كده يقول لك أصل ولا أستاذ مرتضى، إيه العيال مرتشية. شوف عمل إيه في الولاد. تحملنا قرف. عايز جواز سفره عشان يعمل حلقة مع رامز جلال. وعند الناصر السعودي بقى يروح يصرف صورة. شغل عيال صغيرة. قاعد مع نواف. اصل انا عملت التوكيل لنواف، خلي نواف يشرب. وقول لي الانديه السعوديه من فضلكم. مع احترامي للسعوديه. جلاله الملك سلمان ابن عبد العزيز خليل الحرم الشريف. سموه الامير محمد بن سلمان. ولي العهد المحترم. قول لرؤساء الانديه عن سيادتك يبعدوا عن نادي الزمالك. بجد. السياسه والرياضه مع بعض. تاني بنحب السعوديين بنحترمهم وهم بيحبونا يحترمونا. حاجات زي كده بتزعل الناس. وليه سؤال؟ هو حضرتك نادي الناصر ما بتاخدش للشناوي بتاخده من عندك اهو النادي ده. فهو موجود بتروح تاخده. وليه ما بتاخدش ابن شرقيط؟ جون عملاق. كان في جون زي ما شافوا شماخر ولا اسمه ايه ده؟ شماخر بتاع المانيا. المانيا وفي جون في روسيا عالمي كان برضه. ما تسوقوا يا اخي. عيل جانب اهو. هنا مفيش توريس؟ ها؟ فلوس النادي فيه فلوس كتير الحمد لله. الحمد لله. بعد الخراب تدفقات ماليه عملت فيه. النهارده عندي جلسه مع الاستاذ سيف الوزير عشان نخلص موضوع القناه ونخلص العقد الجديد بتاع الرعايه. واحنا جاي لنا عقد للبث الفضائي. النادي فيه فلوس. الحمد لله خير كتير. بس انا مش هضيعها يعني بدي 3 لعيبه 200 مليون جنيه انا اجيب بيهم 3 فرق 3 فرق